هنروح لملف السياحة اللي حققنا وما زلنا بنحقق فيه إنجازات كبيرة جدا. أكدت لجنة تسويق السياحة الثقافية المنوط بها الترويج للسياحة بالأقصر وأسوان أن هناك زيادة تتراوح بين 25-30% في أعداد رحلات الطيران الوافدة من المدن الإسبانية للأقصر بداية من شهر مارس المقبل، وأن تلك الرحلات هتيجي من مدن مدريد وملاجا وبرشلونة، وأن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إسبانيا خلال عام 2024 هتكون جيدة للغاية، وإسبانيا احتلت العام الماضي المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الأقصر، وده للعام الثالث على التوالي، حيث أن الوفد السياحي المصري الذي يشارك أو شارك في معرض الفيتور الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الماضي نجح من خلال اللقاءات اللي أجراها مع وكلاء السياحة الإسبان في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا مصر. كمان كانت خلال عام 2023 بل وزيادتها هذا العام. خلينا نفهم المزيد من التفاصيل من الأستاذ محمد فاروق الخبير السياحي اللي بينضم إلينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ باسم. أهلا بيك. خلينا نبدأ على طول إن احنا نفهم هذه الأرقام بالنسبة لإسبانيا، لأكبر عدد من السائحين اللي بيأتوا إلى مدينة الأقصر تحديدا بيكونوا من إسبانيا، وهذه الزيادة من 25 إلى 30% بتتفق مع المستهدف هذا العام إن احنا نصل إلى 18 مليون سائح بإذن الله في 2024 إذا ما تم تعميم هذه الزيادة مع كل الدول يا أستاذ محمد. مظبوط يا فندم، كلام مظبوط، إن هي النسبة المقررة المفروض تبقى 25%، بس هو طبعا مش من السوق الاسباني فقط، هو من الاسواق المتحدثه باللغه الاسبانيه اللي هي تبقى طبعا السوق الاسباني زائد الاسواق اللاتينيه. يعني اللاتين ماركت من الاسواق مهمه جدا طبعا بالنسبه لنا، بالاضافه طبعا للسوق الاسباني. فمتحدثي اللغه الاسبانيه فعلا كلام مظبوط والارقام مظبوطه. والمؤتمر الفطير اللي فات كان في شهر يناير كان في اقبال عالي جدا على مصر من جميع هذه الجنسيات المتحدثه باللغه الاسبانيه، وتم تعاقدات على مراكب سياحيه والكروزس، يعني مراكب سياحيه بالاضافه للزيارات للسياحه الثقافيه بصفه عامه سواء الاقصر واسوان والقاهره طبعا، لان ده القاهره من العناصر الرئيسيه مع المتاحف اللي موجوده فيها والامكانيات اللي موجوده فيها. فطبعا الارقام دي ان شاء الله باذن الله تكون محققه، ان فعلا هذه التعاقدات حقيقيه وتمت. تمام. طيب استاذ محمد، لو هنتكلم عن السياحه الثقافيه في مصر زي ما حضرتك قلت مثلا الاقصر واسوان والقاهره، الاثار المختلفه اللي فيهم، الاماكن السياحيه الاثريه المختلفه اللي فيها، مين اكتر الدول اللي بتحب تيجي مصر علشان الاثار الموجوده او تحت عنوان كده السياحه الثقافيه؟ طبعا السوق الاسباني والسوق الفرنساوي بيتزعموا هذا الموضوع، لان السوق الفرنسي طبعا كمان من الاسواق الواعده جدا والمهمه جدا ومن زمان حقيقه بياخد نفس البرامج السياحه الثقافيه بارقام كبيره جدا، بالاضافه طبعا للاسواق الانجليزيه والاسواق الالمانيه، بس الاسواق الالمانيه والانجليزيه بيشترك معها اصلا او كمان الجزء الترفيهي اللي بيتم معها الشواطئ طبعا. وما ننساش بقى السوق الصيني، لان السوق الصيني من الاسواق القويه جدا، واحنا حاليا دلوقتي دخلنا على اجازه راس السنه الصينيه، فاحنا اجازه راس السنه ان شاء الله المفروض بتبتدي باذن الله من اول فبراير لغايه يوم 19 فبراير، فهتلاقي نسبة السائحين الصينيين عالية جدا اللي موجودة في الأقصر وفي أسوان وفي المقاصد السياحية الثقافية بصفة عامة. برضه بيشتركوا في جزء صغير بياخدوا ليلتين في الغردقة، غردقة من المحطات الإضافية بالنسبة لهم، فنقدر نقول إن السائح الصيني بياخد برنامج حوالي 9 إلى 10 أيام يشمل القاهرة والأقصر وأسوان بالإضافة إلى الغردقة ليلتين. الغردقة فعلا يا أستاذ محمد يمكن في موسم الشتاء جميلة جدا، وشرم الشيخ وسيناء عامة كلها كمان، يعني ده كلام مظبوط يا فندم. حضرتك ذكرت السياحة الصينية يا أستاذ محمد، وبرضه ممكن نتكلم عن السياحة الهندية اللي كان في عدد من الاتفاقيات اللي تم توقيعها منذ فترة وبدأنا نشوف ثمار هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بالسياحة بزيادة الأرقام والأعداد الوافدة من السياح من الهند، لو حضرتك توضح لنا النقطة دي. السياحة الهندية والسياحة الصينية مستهدفين، يعني خلينا نقول السياحة الصينية والسياحة الهندية سوقين مهمين جدا جدا جدا، لان السوقين دول بيصدروا ارقام عاليه جدا دلوقتي حاليا للعالم من جزء السياحه، بالاضافه طبعا الى وجود تقارب عالي جدا ما بين الشعب المصري والشعوب الهنديه والصينيه. حاليا القطاع شغال عليه زياده مقاعد الطيران بناء مع هذه المحطات، ونشوف امكانيات اعلى للتوسع في الطيران بيننا وبين هذه الدول، لان هذه الدول هتساعدنا كتير جدا 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 احنا نحقق المستهدف. اكيد نتمنى يا استاذ محمد كل دول العالم تيجي مصر وتستمتع بكل انواع السياحه اللي فيها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد فاروق الخبير السياحي.